أصدقائي، كيفكم اليوم؟ بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من مدرستي، هيدي حصة الرياضيات، واليوم رح نكون مع بعض عم نتذكر ثالث مسألة حسابية يلي هي المالتيبليكيشن أو الضرب. مثل ما شايفين على اللوح في عنا ثلاث جمل حسابية يلي فيها رح نعمل مالتيبليكيشن أو ضرب، ورح نتذكر شو هن الثري ستراتيجيز، يعني الثلاث طرق المختلفة يلي تعلمناها يلي فيها بتساعدنا لحتى نلاقي الإجابة. رح نبدأ بأول وحدة يلي هي groups، نرسم مجموعات. يعني إذا عندي 5 times 2 5 ضرب 2 معناتها 5 groups of 2، خمس مجموعات وفي 2 بكل مجموعة. يعني مثلا إذا أنا عندي 5 كياس تفاح وبكل كيس في تفاحتين، يعني 5 groups of 2، خمس كياس وبكل كيس في تفاحتين، يعني هو 5 1 2 3 4 5 وبكل مجموعة في 2. وأنا بعد كل الأرقام يلي هي جوا وبقدر أعرف الإجابة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 times 2 equals 10. إذا بضرب 5 ب 2 الإجابة هي 10. الطريقة الثانية هي repeated addition أو الجمع المتكرر. إذا عندي 5 times 2 يعني أنا عم بجمع 5 مع 5 كم مرة؟ مرتين، يعني 5 plus 5. إذا أنا بزيد 5 على 5 مرتين كمان الإجابة هي 10. أما آخر طريقة كانت الأريز، تتذكروا شو يعني أري؟ هي لما كمان أنا أرسم، بس برسم هالمرة صفوف وأعمدة، صفوف روز وأعمدة، بعمل خمس صفوف وعمودين أو العكس، خمس أعمدة وصفين. يعني هيدا أول رف، تاني، ثالث، رابع، خامس. في عندي هون 1 2 1 2 3 4 5 5 ب 2، وإذا أنا بعدهم كمان الإجابة رح تكون 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب رح ننتقل على الرقم يلي بعده، على المسألة أو الجملة الحسابية يلي بعدها. 3 times 7 إذا بضرب 3 ب 7، يعني 3 groups of 7، 3 مجموعات في 7 بكل مجموعة. هاي أول مجموعة، هاي ثاني مجموعة، وثالث مجموعة. عندي 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7، وأنا بعدهم بعرف الإجابة. هون في عندي 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. إجابة هي 21. 21 repeated addition، الجمع المتكرر، يعني عم بجمع 3 مع 3 كم مرة؟ 7 مرات. يعني 3 أول مرة، ثاني مرة، ثالث، رابع، خامس، سادس، رح أزيد وحدة هون، سابعين، صاروا مرة 2 3 4 5 6 7. إذا أنا بجمع هول 3 7 مرات الإجابة كمان رح تكون 21. عرفنا الإجابة لأنه نحن already عدينا الجروبس. آخر وحدة الأريز عندي أنا 3 times 7، يعني بدي أعمل 1 2 3 7 مرات، 1 2 3 صاروا 3 صفوف، بدي أعمل أنا رابع صف، خامس صف، سادس وسابع. في عندي 1 2 3 4 5 6 7 rows 1 2 3 columns، إذا بعدهم كمان رح يكونوا 21. يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. آخر وحدة يلي هي 4 times 6.
4 times 6 يعني 4 groups of 6 أربع مجموعات وبكل مجموعة في 6 رح أعمل triangles هاي أول وحدة ثاني وحدة يعني مثلثات ثالث رابع وحدة في عنا 6 بكل مجموعة يعني 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 صاروا 12 يعني هون 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 هيك بنكون عدينا 6 والإجابة كانت 24. اما اذا بدي اعمل repeated addition او الجمع المتكرر بدي اعيد 4 6 مرات بدي اجمع 4 مع 4 مع نفس الرقم 6 مرات يعني هي اول مره بلس ثاني مرة ثالث رابع خامس وسادس كمان إذا بعمل هيدا الشيء الإجابة راح تكون 24 آخر شيء الآريز يعني أنا بدي أرسم شيء مثل ما عملت هون بدي أرسم صفوف وأعمل أربعة بستة 1 2 3 4 هيدا أول صف ثاني صف ثالث صف وبكل صف في عندي أربعة صاروا 1 2 3 4 5 6 إذا أنا بعدهم كمان رح يكونوا 24 هيك بنكون تذكرنا مع بعض الطرق الثلاثة المختلفة أو الاستراتيجيز يلي بيساعدونا لحتى نحن نعرف كيف بدنا نعمل multiplication أو ضرب وأكيد من بعدها لازم نحن ننسى هول الاستراتيجيز ونحفظ جداول الضرب يلي فيهم بنقدر نكون نحن أسرع بنقدر نعرف إنه 4 times 6 equals 24 يعني 4 ضرب 6 بيساوي 24 من دون ما أنا أرسم أو أضطر أعمل repeated addition. خليكن معنا لحتى ننتقل على الفقرة يلي جاية. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I have two bags full of sand. The first weigh 3 kilograms, the second weigh 3 kilograms. Hooray! 2 times 3 equals 6 kilograms. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I bought 4 bars of chocolate. Each bar has 5 pieces. Each has 5 pieces. Hooray! 4 times 5 equals 20 pieces. When I have equal groups, I shout hooray and multiply. I ordered 6 pizzas. Each pizza has 6 pieces. Each has 6 pieces. Hooray! 6 times 6 equals 36 pieces. Yay! Multiplication is fun! فإذا أصدقائي بهيدي الحصة عم نحكي عن ثالث مسألة حسابية تعلمناها بهيدا الموسم يلي هي الضرب أو multiplication. بدأنا بحصتنا وحكينا شو هن الاستراتيجيز أو الطرق المختلفة يلي بتساعدنا لحتى نفكر لنقدر نحل المسائل الحسابية يلي فيها بنكون عم نضرب. بدي أقول لكم إنه بعد في استراتيجية واحدة، بعد في طريقة واحدة يلي هي skip counting، بس أنا عد وأوفي أرقام بكون أنا عم بعمل multiplication أو عم بضرب. يعني رح نعمل مثال مع بعض. إذا أنا عم بضرب أرقام بثلاثة يعني 3 times، أنا بكون عم أفي 3 أرقام. مثلاً 3 times 1 3، يعني إذا بضرب 3 × 1 بيساوي 3. إذا بدي أعمل أنا بالترتيب يعني 3 times 2 3 times 3 3 times 4 بالترتيب 3 عم بضربها باثنين بثلاثة بأربعة خمسة ستة لحتى أوصل لـ12. رح أكتب الإجابات أنا على الدائرة من برا. يعني إذا بدي لاقي الإجابة بدي أعمل 3 وأفي 3 3 4 5 6 أو بدي أعمل كأنه عم بعمل زائد 3.
يعني ستة. إذا بقفي كمان ثلاثة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إجابة بدها تكون 9 3 times 3 equals 9. 3 times 4 اللي بعدها كمان أنا بدي أقفي ثلاثة، 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18. عم أقفي ثلاثة، يعني صار عندي هون 3 ضرب 5 بيساوي 15 3 ضرب 6 بيساوي 18 18 19 20 21 بعدين 24 عم بعمل plus 3 24 25 26 27 28 29 30. بكمل ب 30 بدي زيد عليها 3، يعني 33، واخر وحده 36. هيك بكون خلصت المالتيبليكيشن تيبل تبع الثري او جدول الضرب اللي فيها بكون عم بضرب 3 بكل الارقام من 1 ل 12. اذا هلا بسالكم 3 ضرب 8 بيساوي 24، 3 ضرب 9 بيساوي 27، 3 ضرب 12 بيساوي 36، اخر وحده 3 ضرب 5 بيساوي 15. هيدا الويل، هيدي الدائرة بتساعدني لحتى أنا أحفظ جداول الضرب. بقدر أنا أعمل كذا دائرة 3 times، في أعمل 4 times، 5 times، 6 times. بقدر أعمل كل الجداول بهيدي الطريقة لحتى أقدر أحفظهم بطريقة أسرع وأسهل. رح نروح على اللوح لحتى نتذكر كمان مع بعض بعض الفاكتس أو القواعد الأساسية تبع الضرب أو المالتيبليكيشن. رح نبدأ هون بهالمجموعة اللي فيها عم بضرب أرقام بصفر، يعني 8 times 0. إذا بضرب أنا رقم بصفر شو رح تكون الإجابة؟ يعني أنا كأنه معي 8 كياس، بس 8 كياس فارغين ما فيهم ولا شيء، فيهم زيرو. يعني كم غرض أنا عندي بقلب الكياس؟ ما عندي ولا غرض، زيرو. يعني إذا أنا بدي أضرب حيلا رقم بصفر الإجابة رح تكون صفر. 7 times 0 0. 3 ضرب 0 بيساوي 0. هيدا هو، هيدا هي أول قاعدة، first rule. أما إذا أنا بدي أضرب أرقام بعشرة، الرقم اللي عم يتكرر هو 10، شو بدها تكون الإجابة؟ كأني عم بعمل 7 ضرب 0، 7 ضرب 0 يعطيني 0 مثل ما قلنا، و7 ضرب 1، يعني إذا أنا معي 7 كيس وفي عندي تفاحة بكل كيس، يعني أنا عندي 7 تفاحات لأنه عندي 7 كيس تفاحة بكل كيس، يعني 70. فإذن الرقم هو نفسه بيتكرر وبزيد عليه 0، يعني 4 ضرب 10، 4 بحط 4 برجع بزيد 0، 40. 8 ضرب 10، 80. رح ننتقل على المجموعة يلي فوق. أنا عم بضرب أرقام بواحد، يلا رقم بضربه بواحد، برقم واحد بيعطيني نفس الرقم مثل ما قلنا هون 7 times 1 7، 4 times 1 4. إذا أنا بضرب 4 بواحد بيعطيني نفس الرقم 4، يعني كأنه معي 4 كيس وفي تفاحة بكل كيس، وأربع كيس تفاحة بتفاحة بتفاحة بتفاحة، 4. 2 times 1 2، 6 ضرب 1 6. وفينا نكمل نعطي أمثلة أخرى، مثلاً 5 ضرب 1 5، 10 ضرب 1 10. أما هون فالرقم يلي عم يتكرر هو 11 أو 11، يعني 3 times 11. شو أقولكم؟ شو الإجابة؟ شو القاعدة إذا أنا بدي أضرب أرقام ب 11؟ بتطلع على الرقم بعمل 3 times 1 لحالة يلي هي 3، وبرجع بعمل 3 times 1 يلي هي 3، يعني كأنه أنا عم بعمل 4 times 1 أو 3 times 1 مرتين. نفس الرقم بيتكرر مرتين، يعني 5 ضرب 11 55، 9 ضرب 11 99. آخر مجموعة في عندي multiply by 5، أنا عم بضرب بخمسة، والخمسة أنا بدي أعمل skip counting،
وبينتهوا إذا بتتذكروا إما بخمسة أو بصفر. إذا عم بضرب بثلاثة يعني أنا بدي عد ثلاث مرات 5 10 15 خمسة 10 15. أنا بس بقول الأرقام يلي بتنتهي بخمسة أو بصفر، بلش من صفر 5 10 15 20 5 10 15 20 25 30 35. أنا عديت خمسة skip counting 7 مرات طلع عندي 35 35. إذا بكمل 35 40 45 45. هيك أنا بكون عم بعمل skip counting لما استخدم الخمسة. ولما أعمل skip counting يعني عد وقف بخمسة كتير هينة، يا إما بينتهي الرقم بصفر أو بخمسة. رح ننهي حلقتنا ببروبلم سولفينج مثل ما تعودنا، يعني مسألة حسابية. بتقول فيرا owns 17 pairs of socks، عندها فيرا 17 جوز كلسات، يعني كل جوز في عندنا 2 منه لأنه نحن عندنا أجرتين. How many socks does she have in all؟ يعني كم فردة في عندها؟ إذا عندها 17 جوز وكل جوز مؤلف من 2، يعني أول جوز هن 2، ثاني جوز هن 2، ثالث جوز هن 2، نحن عم نكرر رقم 2 كم مرة؟ 17 مرة. يعني بدي استخدم multiplication، بدي أعمل 17 times 2، عم بضرب 17 ب 2 لأنه هن كل وحدة في عندها فردتين. أو بقدر استخدم أكيد addition أو repeated addition يلي هو الجمع المتكرر، بس بتصير عملية أطول، يعني عم بعمل 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 17 مرة. هيدي طريقة أهين. كيف بعمل هيدا الشيء 17 times 2؟ بتتذكروا؟ أنا بضرب الرقم يلي هو تحت بالونز، بعدين بضربه بالتنز، يعني عم بعمل ضرب 2 times 7 بعدين 2 times 1 2. إذا بضربها بسبعة شو بتعطيني؟ 14. حط 14. هيدي الوان اللي فوق بدي زيدها على العشرات. برجع بعمل 2 times 1 بضرب 2 بواحد. إذا بضرب حيالا رقم بواحد إجابة هي 2. بزيد ال 1 بصير 34 socks. يعني عندها 17 pair 17 جوز كلسات وعندها 34 فردة. How many socks does she have? She has 34 socks. هيك هي بدل ما تعدهم كلهم فيها تعمل multiplication بتعرف الإجابة. لهون بيكون انتهى وقتنا مع بعض. بدي اياكم تكونوا كتبتوا كل هالتمارين عندكم على الدفتر لحتى ما تنسوها ابدا. نحن عملنا ريفيجن مراجعه مع بعض، بدي اياكم كمان ترجعوا بوقت لاحق تتذكروا كل هالمفاهيم لحتى تترسخ باذهانكم. لاقونا بحلقه جديده من مدرستي. باي باي.